ما تغير علينا شيء جديد، بالعكس كله دين بدين بدين، ما في يعني شيء ارهاق للمواطن واحنا مش شايفين شيء جديد. سيدي خليها المدنية 100 مليار يا سيدي، احنا بدنا الناتج، انا بدي ناتج، ورجيني اعطيني يعني اعمل لي اعمل لي اعمل لي الخدمات الصحية اهم شيء يا زلمة، الخدمات الصحية يا سيدي احنا نقبل، احنا بلدنا ما بنطلع منها، ارضنا وبلدنا هذه.